بسم الله الرحمن الرحيم. غدا أو بعد غد بداية شهر شعبان، وننتظر بعده رمضان. إن رفع الله البلاء وكان في العمر بقية، فسنلتقي في المساجد صلاة وقياما. وإن كان الأمر خلاف ذلك فأمرنا بيد خالقنا. وقولوا: اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وبلغنا رمضان، لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين.